احتجاجا على الاستمرار في الساعة الإضافية، خرج مجموعة من التلاميذ بثانويات ابن شعيب الدكالي وثانويات بن مسيك والشريف الإدريسي بالدار البيضاء، مذكرين العثماني بالأضرار التي تلاحقهم جراء هذا القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقهم ولا يخدم مصالحهم وصحتهم. جينا مع 8 ديال الصباح، المهم ما دخلناش المدرسة حيت دايرين إضراب، وحيت بسبب السوايع الإضافي اللي داروا لينا كنفيقوا في الظلام، والشفارة دابا يعني يقدروا يتعرضوا لنا في أي وقت. المهم خفنا على راسنا وكل شيء دار إضراب، وطلع لنا النيابة وما داروا معنا والو. المهم دابا حنا كندورو، ما خصنا ضروري يبدلوا لنا هذه الساعة. حيت كاين اللقاء كيكون بعيد، فهمتي، يخرج مع من الوحدة ويمشي للدار مع الزوج، راه ساعة ما كافياش، فهمتي. بنادم خاصو يمشي في الطريق، خاصو نص ساعة ديال الطريق على الأقل، عاد عاوتاني يرجع في نص ساعة. هو الأساس ديال الاحتجاجات هو القرار اللي اتخذته الحكومة المغربية تجاه في الساعة الجديدة اللي غادا تكون، وهذا قرار بالنسبة لي أنا كيخدم المصالح الاقتصادية ديالهم هما، أما المصلحة ديال المواطن المغربي، المواطنين المغاربة ككل، هي لا تخدم المصالح ديالهم. هاد الساعة هادي دابا محشومش، يعني مخرجونا حنا مع الوحدة محشومات، حشومة فين غنشرب داخلنا. كنقول للسي العثماني بان هذه الساعه غير ملائمه للسكان المغاربه والشعب المغربي، على حقاش حنايا عندنا شفاره بزاف، ما نقدروش نخرجوا في الظلام، حنا ناس بسطاء وكنقراو غير في البوبليك، يعني ما نقدروش نجيو مع الظلام ونرجعوا مع الظلام، خاصو يحيد علينا ضروري، ما عندناش الوقت الكافي باش نرجعوا نمشيو لديورنا. بالنسبه للابناء ما بقاوش، ما غاديينش يبقاو يشوفوا حتى والديهم، الولد غادي يدخل من 9 لوحده ومن 2 لسته، يعني الولد غينعس في داره، ما غيفيق الصباح يجي للمدرسه، ومني غيرجع في الليل غيرجع ينعس، ما غيشوف لا والديه لا والو، يعني ما غيبقاش هذاك الحوار. الانسان فين كيتحاور مع والديه؟ في وقت الغداء كيجلس يتحاور معاه، ما غيبقى لا حوار. الا بغاو خليونا من 9 لوحده، يديروا لنا مطعم في المدرسه ويديروا لنا ترونسبور، يديروا لنا ترونسبور. الا بغا ولا ما بغاش يدير لنا حل، يديروا لنا حل، حيت حنا مضرين، مضرين بزاف. تقارنا معاهم في المغرب اختي، هو حق الرب، كل مره كتخرج لينا حاجه، ديروا معنا شي حل ولا خليونا نمشيو نحرقوا. والله الله يديهم، ياخذوا معنا قرار اللي مزيان ونطالبوا باعاده التوقيت. تقاد لينا الساعه، الا ما تقادش لينا الساعه ما غاديش نبقاو نجيو، غنبقاو دايرين الاضراب حتى يحيدوا لينا الساعه، حتى يحيدوا علينا. وردد التلاميذ المحتجون شعارات تندد بإقرار الساعة الإضافية طوال السنة، متوعدين باستمرار الانقطاع عن الدراسة والاحتجاج حتى تحقق مطالبهم.